هنا بنتكلم على الجزء من الانسيرشن بتاع الاكسترنال اوبليك اللي من اول من الانتيرو سوبيرو ايلياك سباين لحد البيوبيك تيوبركل. بنقول ان ده الابنوروزس بتاع الاكسترنال اوبليك فولدد ابون اتسيلف تو فورم واتس كولد ذا انجواينال ليجامنت. ادي الانجواينال ليجامنت هو الجزء ده اللي هو الابنوروزس اوف ذا اكسترنال اوبليك muscle folded backwards upon itself medially it is attached to the pubic tubercle laterally it is attached to the anterior superior iliac spine. خد بالك معايا فوق الانجوينال ليجامنت دي او just above the pubic tubercle في عندي رينج اهي دي اللي احنا بندي الاس بيسموها superficial inguinal ring. ادي superficial inguinal ring دي اللي بيعدي فيها السبرماتيك كورد والاليو انجوينال نيرف. نرجع تاني للانجوينال ليجامنت. ابص على الانجوينال ليجامنت في الجزء ده اسمه انجوينال ليجامنت بروبا، وبعدين في جزء تريانجولار بارت من الانجوينال ليجامنت اهو بيجي هنا بيمسك هنا في اللاين هنا اللي هو البكتينيال لاين ده اسمه لاكيونار ليجامنت. هنا ده اللي هو ده الجزء ده اسمه لاكيونار ليجامنت. المثلث ده اسمه لاكيونار ليجامنت. المثلث ده ليه امتداد اهو ده اسمه بكتينيال ليجامنت، يبقى الانجوينال ليجامنت بروبر وده لاكونار ليجامنت وده بكتينيال ايه ليجامنت. في جزء من الانجوينال ليجامنت بيعدي من خلف السبرماتيك كورد اللي هو جاي من هنا ويروح للميدل لاين هنا اهو اللي هو هنا ويمسك في اللينا قلبه الجزء الداخلي ده اللي هو اسمه ريفلكتد ليجامنت. عشان كده بنقول انجوينال ليجامنت اجزاء، اول حاجه انجوينال ليجامنت بروبر وبعدين هنا لاكونار ليجامنت وده بكتينيال ليجامنت والتالت ده او الرابع ده اسمه ريفلكتد ايه ليجامنت. المنظر ده اهو واضح اهو اجزاء الانجوينال ليجامنت، ده الانجوينال ليجامنت بروبر اهو وده اللاكونار ليجامنت هنا وبعدين هنا ده اهو البكتينيال ليجامنت كده، والمفروض من هنا بيطلع الجزء الثاني اللي هو بيطلع للميدل لاين هنا اللي اسمه ريفلكتد ايه ليجامنت. يبقى دول بارتس of the inguinal ligament اللي هو lacunar ligament بكتينيال ligament وهنا reflected A ligaments. هنا دي superficial inguinal ring دي فتحة موجودة في ال inguinal ligament اهي just above and lateral to the pubic tubercle، يعني ده ال pubic tubercle اهو وده above وال lateral في ال superficial inguinal ring. السوبرفيشال انجوانال رينج شكلها تريانجولار ان شيب. الرينج دي بتبقى ويل ديفلوبد ان ميل وليس ديفلوبد ان فيميل. ليه؟ في الميل بيعدي فيها ده اللي هو اسمه سبرماتيك كورد والاليو انجوانال نيرف، واحنا عارفين السبرماتيك كورد في الميل بيبقى كبير، اما الراوند ليجامنت اوف ذا يوترس اللي هو مقابل السبرماتيك كورد في الفيميل بيبقى صغير، فعشان كده الفتحه دي بتبقى كبيره في الميل وصغيره في الفيميل. الفتحه دي تراينجولار ان شيب، البيز بتاعتها من تحت ده اسمها بيوبيك كريست، يعني البيز بتاعتها اسمها بيوبيك كريست. الميديال بارت بتاعتها هنا في هنا اهو فيها كراس، والميديال بارت فيها كراس وهنا اللاترال بارت في كراس. كراس يعني سيكند بارت، يعني دي تخنت قوي كده عملت سيكند بارت اسمه ده ميديال كراس وهنا لاترال كراس، وهنا بين الاثنين عشان الكراس ده الميديال كراس ما يفرقش عن اللاترال كراس في هنا اهو في فايبرز بتبقى ماشيه بالعرض في المنطقه دي عشان ما تسمحش ان تفتح الفتحه اكتر من كده اسمها انتر كرورال فايبرز. الرينج دي اللي احنا بنسميها سوبرفيشال انجوانال رينج، البيز بتاعتها بيوبيك كريست، الابكس بتاعتها جاست اباف اند لاتر تو ذا بيوبيك ايه تيوبركل، ده كراس وادي كراس وهنا في انتر كرورا فايبر ويخرج منها سبرماتيك فورد والاليو انجوانال نيرف، وفي الفيميل بيخرج منها راوند ليجامنت اوف ذا يوترس والاليو انجوانال نيرف. الرسمه اللي بعد كده اهي بتبين ادي السوبرفيشال انجوانال رينج اهو في ميل، هنا ده الميل اهو وخارج ادي
وخارج من هنا ده الكورد، ده اللي اسمه ايه؟ سبرماتيك ايه؟ كورد. طبعا انت عارف سبرماتيك كورد موصله بعد كده على الايه؟ التستس. المفروض هنا بقى الكفرنج بتوع السبرماتيك كورد والايه؟ والتستس باينين هنا. بس خلينا دلوقتي نشرح في المنطقه دي، ان دي السوبرفيشال انجوانا رينج، وادي كراس، والناحيه التانيه في كراس كده، وادي الايه؟ السبرماتيك كورد نازل زي ما احنا شايفينه اهو، والمفروض بيبقى معاه النيرف اللي اسمه اليو انجوينال نيرف.